أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وهاي حلقة جديدة من برنامج رفقا بالقوارير. مثل ما نحن خبرناكم من قبل، نحن رح نظهر معكم بحلقات رفقا بالقوارير كل يوم ثلاثة من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت بغداد. بالحلقة الماضية استقبلنا اتصالاتكم، طبعا احنا ارقام الهاتف رح تظهر على الشاشة، رقم الفايبر ورقم اردني ارضي، الرقم الاردني 5332333 والرقم الفايبر 00974 77 2 7 3 2 5 5 6 4. في حال حبيتوا تحكوا معنا، تشاركونا، تحكوا مع ضيوفنا، أو في حال حبيتوا تشاركونا قصصكم. بالحلقة الماضية جاتنا شوية اتصالات، من ضمن الاتصالات حكوا معنا عائلة أبو عبد الله. عائلة أبو عبد الله هيك لفتتنا شوي، حكت معنا أم عبد الله، لفتنا شوي الموضوع، ونحن وعدناها إنه نروح نزورهم بالبيت وإنهم يطلعوا معنا ضيوف ببرنامجنا. وفعلا حتى نكون صادقين وحتى يكون في مصداقية، نحن رحنا زرنا عائلة السيد أبو عبد الله، وطلبنا من السيدة أم عبد الله تطلع معنا بحلقة اليوم لحتى نحكي أكثر عن قصة أم عبد الله. طبعا هي القصة بتخص طفلتها أضواء اللي عمرها 6 أشهر وبتعاني من حالة صحية معينة، رح نحكي فيها أكثر. وكمان استقبلنا اليوم بحلقتنا وعنا باستديوهاتنا في رفقا بالقوارير الست إنعام اللامي، وهي متطوعة في منظمة الإغاثة الدولية. أهلا وسهلا فيكي ست إكرام، عفوا أهلا وسهلا فيكي ست إكرام. أهلا وسهلا، أهلا فيكي. شكرا طبعا لأنك حبيت اليوم تطلعي معنا وحليتي ضيفة بحلقة اليوم من رفقا بالقوارير. ست إكرام، حضرتك متطوعة في منظمة الإغاثة الدولية الـIRD، بس خبريني العوائل العراقية اللي بحاجة، طبعا احنا بدنا نحكي بشكل عام عن اللاجئين وبشكل خاص نحن لأنه بدنا نحكي عن العوائل العراقية، هم بيجوا لعندكم وبيحكوا عن حالاتهم ولا انتم بتروحوا لهم للبيوت؟ لا احنا نروح لهم بالبيوت. انتم بتروحوا لهم على بيوتهم؟ احنا من حكم عملنا، نعم، احنا زيارات منزلية. فإحنا اللي نروح لهم بالبيت، وإحنا اللي نعرف حتى نعرف شنو بحاجة إليه هم، يعني شنو احتياجاتهم، شنو من صحة، من يعني مثلا أشياء عينية، مثلا هلا نحن داخلين على فصل الشتاء، أيوة، بطانيات، صوبات، هاي يعني كل احتياجاتهم، نعم، إحنا بدورنا ننقلها للمتبرع أو لكاريتاس أو لليو أن نفسها، نعم، يعني إذا احتاجت لليو أن نحطها مع اليو. بس أنتوا لازم تروحوا على البيت الحالي نفسها وتكشفوا على الوضع نفسه، ايه، عشان يكون يعني عشان تكون هي الرسالة اللي بعت لكم إياها صادقة، يعني ممكن إنه هم يبالغوا بالحالة السيئة اللي هم بيعيشوها وتروحوا عندهم على البيت تلاقوا الوضع مش مثل ما أنا أقول لكم الصورة مثلا. لا لا أبدا، كله صحيح، كله صحيح، كله صحيح. لما يقولون احنا محتاجين أدوية مثلا أو محتاجين عملية، وأحيانا ما تغطيها اليون، أحيانا عمليات، في عمليات ما تغطيها اليون، في حالات، في عمليات، فالمتبرع عندنا متبرعين عراقيين وغير عراقيين، في متبرعين، في متبرعين. كيف بتواصلوا معكم؟ والله احنا يعني على الفايبر او على الواتساب، نتعامل او كتليفون، يعني يحكوا معاكم بيقولوا لكم نحن متبرعين لوجه الله، حابين نساعد مثلا عوائل، عشان انتم تدلوهم على العوائل المحتاجه. احنا نرشدهم ونحط لهم التقارير، نعم، ويعني نشرح حالتهم كل شيء بكل شيء اول باول، حتى صورهم، حتى التقارير مالتهم وش يحتاجون، فالمتبرع صار عنده صورة كاملة عن الموضوع. حلو. ويتبرع. طب وحضرتك كمتطوع، يعني طبعا شكرا لجهودك وشكرا كتير لإلك، يعني كمتطوعة ولست موظفة رسمية. نعم، في كتير ناس متطوعين بالمنظمة كعملك؟ والله احنا محدودين، احنا 10 بس. بس مو كثير، احنا 10 بس، كانوا العراقيين كثار، فكان بالميتين متطوع، بس هسه لا احنا بحدود 10 بس. نعم نعم، جيد. نعم بس يعني يعني في حال مثلا هلا حكى معك متطوع، قال انا عفوا متبرع، قال انا بدي اتبرع مثلا ببطانيات، هو بتدلوه على بيت العائلة المحتاجة ولا أنتوا كمتطوعين بالمنظمة بتواصلوا المساعدات؟ لا هو ما يخابرنا، بس إحنا نخابره، إحنا نخابره بالتليفون، نقول له أكو عائلتين أو يعني هسه جوي من
من الموصل مثلا. مثلا، هسه جوي من الموصل يعني اعداد عوائل، فاحنا نخابرهم، احنا نقول للمتبرع اكو هيك ناس تريد بطانيات او بحاجه لاصابه او بحاجه، لان اللاجئ هسه جاي فما عنده شيء، طالع زي ما بقولوها باللي عليه بالضبط، فبس بهدومه طلع مساكين منها من داعش ولا من الموصل ولا من يعني هالشكل، من الأنبار معين. ولا من أكيد. سامرة ولا من يعني كل هاي المناطق. الله يكون معهم إن شاء الله، إنه بتقدروا توصلوا لأكبر عدد من العوائل إن شاء الله. هم لهم تجمعات خاصة هون بالأردن، يعني معروفين بمناطق معينة لحتى أنتوا عم تقدروا توصلوا لهم؟ والله هي مو شرط، بالهاشمي أكثر عدد، ماركة أكثر عدد، ماركة الشمالية أكثر عدد، يعني بالجاردنز حلو أكثر عدد، يعني هاي يعني المناطق. لهم تجمعات معينة. مو تجمعات وإنما سكن. لا قصدي يعني هم متجمعين بمكان معين، صح. مش إنه كومباوند. بس بس لضيق ضيق يعني أماكن، هم بكثرة يعني حطوهم بالكنائس أحياناً. إيه فشوي شوي يلقونهم مكان ويطلعون شوي شوي، يعني إحنا بمساعدتنا حتى مكان. كيف ممكن تساعدوهم بخصوص السكن؟ بخصوص السكن احنا نعرف يعني مثلا دلال، احنا نقول بالعراقي دلال، انتوا تقولون سمسار مو هالشكل. نروح احنا ندل المنطقه، نروح للسمسار ونقول له اكو بيت وراعيهم هذول كذا كذا، ونساعدهم بشويه اشياء مثلا اللي يحتاجوا بطانيات صوبه ضروري، حصه تموينيه، بس نريده يعني يسكن، بس نريده مندر دوشك، انتوا تقولون فرشه هالشكل، وشويه تموينيه، وطباخه بثلاث عيون، يعني هذا يعني على القد، يعني ولا البلاش ولا البلاش. الحمد ولا لله الحمد لله. يعطيكم الف عافيه طبعا، وان شاء الله انه نحن من خلال برنامجنا مشاهدينا نقدر نوصل هاي الخدمات الانسانيه، ان كان عن طريق المنظمات الاغاثه او ان كان عن طريق برنامجنا. رقم الهاتف رح ارجع اذكركم فيه عن جديد، الرقم الاردني الارضي 5332333، والرقم الفايبر اللي هو 00964772 3255 6 4. نتمنى أنكم تتواصلوا معنا مع ضيفتنا طبعا ست إكرام، بعد الفاصل إن شاء الله رح تنضم معنا عائلة أبو عبد الله اللي أنا حكيت عنها قبل شوي، إن شاء الله رح نتناقش معهم نشوف شو مشكلتهم، وإن شاء الله أنه نقدر نوصل معهم لحل. مشاهدينا طبعا فاصل وإن شاء الله بنرجع لكم.
شكرا لكم عن جديد مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. انضمت معنا بالاستوديو الست ام عبد الله، اهلا وسهلا فيكم ام عبد الله. طبعا كانت معنا من البدايه الضيف الست اكرام. ام عبد الله، نحن جينا وزرناكي بالبيت، انت ناشدتي قناه سامراء وعن طريق برنامج رفقا بالقوارير. بدنا نسمع منك القصه كامله. نحن طبعا قعدنا وحكينا بس لحتى المشاهدين يعرفوا شو القصه. بدايه مشاهدينا راح اعطي المايك لام عبد الله. أم عبد الله بنتها أضواء، بتعاني من مشكلة صحية متأزمة، هي ثقب بالقلب. أم عبد الله تفضلي احكي لنا اسم البنوتة وقديش عمرها وشو مشكلتها الصحية بالكامل. اسمها أضواء. أضواء، نعم الله يخلي لك إياها يا رب. من شو بتشكي؟ تشكي والله من فتحة في القلب 8 ملم. فتحة بالقلب حجمها 8 مل. 8 ملم. نعم. وضيق في الرئة. وضيق بالرئة. إيه نعم. هذا له دخل ببعض ولا هاي اشياء جديد بينت معها الضيق اللي بالرئة؟ لا هسه بالتقرير الاخير الدكتور كاتب لي. نعم. إيه نعم نعم. طبعا انتم بتراجعوا الدكتور عوني المدني. نعم. اللي هو اخصائي جراحة القلب اطفال. نعم. نحن حكينا ان شاء الله مع الدكتور عوني وان شاء الله بيطلع معنا على الهواء لنفهم منه اكثر شو مشكلة الطفلة. طيب شو هلا شو الحل مع اضواء؟ الحل يقول الا عملية. نعم. لازم جراحة. لازم تدخل جراحي. نعم. وقديش بتكلفكم العملية؟ تكلف العملية 8000 أردني. 8000 أردني. أي. طبعا أنتوا أبدا ما عندكم المقدرة أنكم تعملوا عملية لأضواء. لا والله قلت اليوم مستشفى ما أخذتها، ما عندي. كان عندها موعد ما أخذتيها. موعد ما أخذتها وهسه هي مريضة حاليا ما أخذتها، ما عندي. أها. كنا بنتمنى لو حكيتي لنا هذا الشيء كنا يعني قدرنا نعمل شيء لأضواء. طيب ام عبد الله انتم من امتى بالاردن؟ احنا دخلنا 25/8. يعني مش من زمان انتم، مش من وقت الازمه. لا لا توهنا. نعم. جينا. طيب اخر الاحداث هاي وكيف كيف اوكي دكتور عوني معنا على الخط. مرحبا دكتور. دكتور عوني مرحبا. مرحبتين. هلا. يعطيك ألف عافية وشكرا كثير لأنك طلعت معنا على الهواء وشاركتنا. لا احنا بخدمتكم ستي أموري. الله يسعدك ويكثر من أمثالك دكتور عوني. دكتور عوني نحن المريضة أضواء معنا بالاستوديو. نعم. في مجال تفهمنا شو مشكلة أضواء الصحية بالضبط؟ نعم يا ستي. طفلي أضواء راجعتني قبل شهرين في العيادة، عملنا لها فحص صدى القلب السونار وتبين عندها ثقب كبير بين البطينين مع توتر شريان رئوي، يعني ضغط الرئة بيكون مرتفع ناتج عن الثقب الكبير اللي بين البطينين. ومشيناها على الأدوية اللي هي مدرات البول ومنشط عضلة القلب. عفوا أنا مش عم بسمعك دكتور. الحالات هاي بحاجة لمداخلة جراحية مستعجلة، يعني مستعجلة. نعم. خلال شهرين ماكسيمم لازم نعملها العملية الجراحية. نعم خلال شهرين لازم تعمل العملية أضواء. نعم طبعا. لأنه بتعرفي حضرتك ضغط الشريان الرئوي ووجود الفتحة الكبيرة بيرتفع تدريجي، توصل لمرحلة بعدين إذا تأخرنا أكثر من 3-4 شهور ممكن ما نقدر نجري لها العملية. أها ليه شو السبب؟ نعم. لازم تنعمل وهي صغيرة يعني؟ نعم يفضل، بيعتمد على ضغط الشريان الرئوي، فهي ضغط الشريان الرئوي عندها مرتفع فيفضل إجراء العملية الجراحية خلال شهرين إن شاء الله. طب عفوا دكتور، هلأ هاي الفتحة اللي بالقلب كانت صغيرة وكبرت مع الوقت ولا هي ما بتكبر؟ والله لا، هو عادة الثقوب الصغيرة مع الوقت بسكروا، بس هاي انخلقت بثقب كبير، ثقب حوالي 8 مليمتر. نعم. فيعتبر ثقب كبير وحل الوحيد التدخل الجراحي. نعم نعم. بالإضافة إنه وجود الثقب حضرتك بيأثر على الطفل، يعني وزن الطفل يعني ما بيكسب وزن، هذا واحد. اثنين بتعرض لالتهابات رئوية متكررة. نعم. تعرق شديد، ما بأخذ رضعاته الكاملة. نعم. نتيجة الثقب الكبير اللي بيجهده اللي موجود في القلب. نعم. طيب الدكتور أضواء في إلها علاج شهري بينصرف لها؟ نعم تأخذ علاج شهري اللي هو زي ما حكيت لحضرتك منشط عضلة القلب الديجوكسين ومدرات البول. نعم. طيب دكتور هذا شهري كل يوم بينصرف لها نفس الدواء؟
لحد ما تعمل العملية. كل يوم تأخذ نفس العلاج عبين ما إن شاء الله نرتب لها التداخل الجراحي. نعم إن شاء الله. طبعا دكتور إحنا من خلال قناة سامراء ومن خلال برنامج رفقا بالقوارير بنناشد كل حدا عم يحضرنا إن شاء الله إنه قد ما يقدر يساعدوا الطفلة أضواء لحتى تقدر تعمل هاي العملية يعني خلال أقرب وقت ممكن. شكرا نعم. كتير لك دكتور بنتمنى إنك تحل ضيف معنا إن شاء الله. وأنا من جهتي إن شاء الله نعم. يعني أول مبادر راح أكون إنه نعم. نساعدهم إن شاء الله بنساعد في هاي كلفة العملية دخل فيها فريق كامل إدخال مستشفى تمريض فنيين عمليات قسم الآي سي والمعالج الحثيثة الجراح ومساعد الجراح استشاري القلب فهو فريق متكامل مشان هيك كلفتها بتكون عالية شوي ولكن أنا إن شاء الله راح أسعى جاهدا مع الناس ونحاول نخفض عليهم الكلفة. إن شاء الله يا رب دكتور ما بتقصروا بس دكتور أنا بدي قبل ما ننهي معك إذا بتعرف المشاهدين بمكان عيادتك الخاصة في حال في حدا حاب يتواصل نعم. معك أو يزورك. نعم يا ستي عيادتي في شارع الخالدي نعم. شارع مستشفى جبل الخالدي عمان. في عمان دوار الرابع نعم. اسمه شارع ابن خلدون نعم. مجمع صحيح. الرجاء الطبي واحد الطابق الرابع مجمع الرجاء الطبي واحد عمارة رقم 54 خلص وصل العنوان. شكرا كثير لك دكتور الله يكثر من امثالك طبعا وشكرا لمشاركتك معنا ان شاء الله انه نحن قد ما بنقدر بنوصل لحل لمشكله اضواء. ام عبد الله شكرا كثير نعم. لك دكتور نعم شكرا لكم ولا الله يسعدك وان شاء الله بنستضيفك في احدى برامج قناه سامراء لنا الشرف. نعم أم عبد الله أضواء إلها أكل معين ولا عادي بتاكل زي أي طفل تبعي؟ حاليا ما جاي يعطيها أكل يعني هي ما بتقدر تاكل كونه مثل ما قال الدكتور عضلة القلب بتضغط على أشياء معينة بصير عندها صعوبة بالهضم أو صعوبة بالتنفس ولا إنه هي أصلا مش بتاكل منيح يعني؟ هي هسه حاليا أنا بدلت حليبها كان واحد حولت اثنين اه اي بس شو اشوف اختلاف عندها هسه هي ضعفت وصار عندها جفاف ما تقبلت الحليب الثاني لا والله تقبلته بس شنو هي صار عندها التهاب بسرعه نعم حاد بالرئه طيب انا قبل ما يطلع معنا الدكتور كنت بدي اسالك انتوا كيف 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 عانيتوا بطلعتكم من العراق لقدرتوا توصلوا على الاردن والله احنا اول مره يعني زوجي كان مخطوف نعم اي النوبة وراها ثلاثة شهور رجع لنا علي صوتك شوي لو سمحت أم عبد الله نعم أول مرة كان مخطوف أيوة أي والنوبة وراها ثلاثة شهور رجع لنا خطفوا الميليشيات أي فإحنا كنا بمنطقة بالبصرة نعم أي النوبة رحنا لغير منطقة ظلينا سبع سنوات ما نطلع من عندها لأن بعد لأن إحنا من طائفة سنية أي فشنو اخر الاحداث صارت يعني مو صالحنا طيب كيف وصلتوا للاردن وصلنا للاردن والله بعد في حدا ساعدكم نعم. لحتى قدرتوا سافرتوا نعم اكو واحد قاعدين احنا كنا عنده يعني نشتغل عنده بستان نعم اي قال انا بعد ما اقدر احميك انت من غير طائفه نعم وانا من غير طائفه ساعدكم ساعدنا هو طلع لنا الجوازات والتذاكر نعم. وعطانا مليون عراقي نعم يكتر خيره اي وصعدنا بالطياره وجينا مين استقبلكم الاردن في حدا معين استقبلكم ولا انتم دبرتوا اموركم لا احنا دبرنا امورنا والله طيب انت قلتي لي انكم بتراجعوا الكاريتاس نعم. علشان مشكله اضواء نعم طيب شو قدموا لكم شو نصحوكم شو حكوا بحاله اضواء الكاريتاس ما يتحملون العمليه كلها لانها مكلفه اي طب بتحملوا جزء معين بالمية من العملية؟ والله هسه حاليا يعني الشهر الطاف نص المبلغ دفعوه مال الكشفة 45 دينار نعم والله والباقي الدكتور ما يعني شاف حالتي أنا ما عندي أخذت الورقة ما أدر بيها يعني حسبت إنها 70 دينار نفس كل شهر فقالت السكرتيرة هاي 45 دينار بس دافعين الكاريتاس أها أي فالدكتور مشانه يعني انت لما بتروحي بتراجع الدكتور في حدا يدفع لك الكشفيه الكاريتاس اول مره وبعدين لا اي هسه لا هذا الشهر هذا ماكو طب وعلاج هالشهري برضه في حدا يجيب لك اياه لا والله المنظمات مثلا المساعدات اي يجينا 20 دينار
هيك 25 دينار. نعم. اشتري بي علاج وحليب. طيب مشاهدينا طبعا انتم عم بتتابعونا وعم تسمعوا الست ام عبد الله، اضواء حاله استثنائيه في لها اكل معين كونها بتعاني من حاله صحيه اللي هي ثقب بالقلب حجمه 8 ملم، وعندها كشفيه لازم تروح على الدكتور بشكل شهري، فهي الكشفيه برضو عائله ابو عبد الله الله يكون بعونهم ما عم بيقدروا يدفعوا الكشفيه. مشاهدينا من خلال برنامجنا من خلال قناه سامر نتمنى عليكم اي حدا بيحب يتواصل معنا يتواصل مع عائله ابو عبد الله، بيحب لو بابسط او باضعف الايمان لو بس مشاركه عبر الهاتف بنكون نحن ممنونين. ام عبد الله انا كمان اللي بعرفه انه انتم اضطريتوا تطلعوا من البيت لانه ما عم تقدروا تدفعوا الايجار ورحتوا. نعم. سكنتوا ببيت ثاني. نعم. وهسه حاليا ما عدنا ندفع الايجار. ما تعاونت معكم؟ انا بعرف انه هي صاحبه البيت ست. إيه ما تعاونت؟ طلعتنا معكم من البيت ولقيته بيت ثاني. لقينا بيت ثاني. اول مره لموا لي على 20 دينار. اكو ناس مثل وجوه اهل الخير. نعم. لموا لي على 20 دينار. قد ايجار بيتك الشهري؟ والله هسه حاليا هذا اللي قاعده بيه 150. 150 غير الماء والكهرباء. اها. انا وبيت صحي ولا لا فيه رطوبه لا لا نعمه احسن من الاولاني. احسن من الاول لانه نعم. هو فعلا احنا زرناه الاولاني كان كتير بارد وكان ايه. كتير مكشوف على بعضه. اي لا هذا ايه. احسن يعني مغبط. نعم. اي طيب ست اكرام بهيك حالات شو وين دوركم انتم؟ شو ممكن تعملوا؟ كيف ممكن نوصل لهاي العائلات من خلالكم؟ والله هي بزياراتنا احنا. نعم. كل اليو ان تقاريرنا نكتب تقرير ونوصلها لليو ان وهو بدورهم تيجي وحدة من عندنا من اليو ان على الكاش وتزورهم. طبعا أردنية مو عراقية. نعم. تزورهم. فما زارتك وحدة أردنية؟ لا ما زارتك للراتب. هلا نحن بدنا نشكر الست أم أنس والسيد علي، هم اللي رافقونا، هم ايضا نشطاء بمنظمه متطوعين في منظمه الاغاثه الدوليه. نعم. اللي دلونا على بيت ابو عبد الله. شكرا للست ام انس ولعلي. طب هلا بهيك تكلفه عاليه للعمليه، هي عم تحكي عن 8000 دينار، هاي كيف ممكن تنحل؟ كيف ممكن تنعمل؟ هذا ما يغطوها اليوان ابدا، ما يغطوها. ما بيغطوا هيك. لا لا ما يغطون هيك مبالغ كبيره ابدا، بس لحد 2000 وفقط يعني ما يغطون ابدا. بس راتب ممكن مساعدات شهريه. هلا ممكن الايجار ايجار بالضبط. اي ممكن ايجار. فهم لازم يراجعون اليو ان، يراجعون. نعم. يعني الصبح من الساعه 8 للساعه 9 وحده يعني تنفتح لهم هالشكل شباك باليو ان وتاخذ رقم هي وتقعد تنتظر وتشكيلها انه اني ما عندي بيت ما عندي انطي ايجار اصلا. نعم. هالشكل فينطوها. نعم. منطوش طارئه 100 دينار؟ لا والله. من ينطوها طارئه 100 دينار يعني سجلت الراتب لها. فما طول منطوها. ليش ما يراجع زوجك؟ من يراجع ينطوهم صدق. هلا طبعا نحن زوجها ابو عبد الله معنا هو بالاستوديو بس من وراء الكواليس عم بيسمعنا. ابو عبد الله مثل ما عم بتقول الست اكرام يراجع اليو ان مقر اليو ان ما بين الساعه 8 والعشرة اقل ما فيها يعني بيساعدوه باجار البيت او بالكشفيه او بالعلاج. ام عبد الله حكينا هلا متبرع رفض انه يذكر اسمه، بيتبرع على الست ام عبد الله بمبلغ مقداره 100 دولار. شكرا كثير لك وشكرا لهي المشاركه والله يكثر من امثالكم. طول ما الدنيا فيها ناس طيبه وبنضلنا نقول انه لسه الدنيا بخير اكيد والله بيها. واذا نحن ما تساعدنا وما ما يعني وقفنا جنب بعض يعني هذا اقل شيء ممكن احنا نعمله من طبعا. خلال سامراء الفضائيه. طيب هلا كموضوع العمليه هاي جدا صعبه. هذا جدا صعبه والله، بس متبرعين في حاله ايه متبرعين طبعا إيه. احنا فاتحين ارقامنا ومن خلال برنامجنا للمتبرعين. رح ارجع بعد اذنك ست اكرام اذكرهم بالارقام 5332333 والفايبر 00964772
7325564. نتمنى منكم أنكم تتواصلوا معنا. أم عبد الله، على ما يبدو أن الدكتور عوني المدني يعني بيحاول أنه يساعدكم، بس أنت بتعرفي يعني عملية ب 8000 دينار يعني صعب أنه هو يتبرع بالعملية كاملة. على ما يبدو أنه هو طاقم طبي بده يعمل العملية، الدكتور عوني المدني واحد من هالطاقم، فهو شخصيا وقف معاكم، بس بقول لك هذا اكثر شيء انا بقدر اعمله، لانه هو في معاه اطباء تخدير، اطباء اكيد طاقم كامل. فنحن بالناشد، انا باسمي وباسم برنامج رفقا بالقوارير وباسم الست ام عبد الله، قد ما بنقدر بدنا نساعد الطفله اكرام. لازم خلال شهرين اضواء لازم تكون عاملة العملية، لأنه إذا مرق عليها شهرين وما عملت العملية ما رح تقدر تعمل العملية مثل ما خبرنا الدكتور عوني. رح نكمل قصتنا معك ست أم عبد الله، ورح ضلك مشرفيتنا ست إكرام، لكن رح نروح فاصل صغير، يمكن نسمع أغنية أو فاصل وبنرجع لكم عن جديد. عانى شعبنا الكرب، غربة ونزوح وحرب، عانى شعبنا الكرب، غربة ونزوح وحرب، زار الوجع كل دار، بات الوطن محتار، زار الوجع كل دار، بات الوطن محتار، يا ربي هد البال حسن لهم هالحال، يا ربي هد البال حسن لهم هالحال. أهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا. شباب إذا بعد إذنكم إذا بتعطوني كشفية أضواء عندكم، بتعطوني كشفية أضواء حتى نحكي لها للمشاهدين. بس على ما يبدو معنا اتصال. نعم تفضل تفضل، نحن عم نسمعك. السلام عليكم. وعليكم أنا السلام. جنى العوضي. مين؟ جنى العوضي. اهلا جنى، كيفك حبيبتي؟ كيفك يا جنى؟ الحمد لله. الحمد لله. انت عم تحضرينا؟ اه. شطوره حبيبتي جنى. انت شفتي الطفله اضواء اللي مريضه معنا بالاستوديو؟ اه شفتها. وانت بتتمني لها انه الله يشفيها صح مش هيك يا جنى؟ اه ان شاء الله. بدك شيء تقدمي شيء جنى حبيبتي؟ قولي لي يا جنى. قولي لي. بدي اتبرع بصوبة للمحتاجين. حبيبتي شكرا كثير لك، بدك تتبرعي بدفاي بصوبه، تقولوا لها صوبه انتم. شكرا كثير حبيبه قلبي جنى. انت قد ايه عمرك؟ ثمان سنين.
حبيبتي الله يعطيكي طولة العمر يا رب، وديري بالك على دراستك وسلمي على الماما وعلى البابا. شكرا يا جنى. طيب شكرا لجنى وشكرا للمتبرع اللي حكى معنا. ام عبد الله انت اجاكي تبرع $100، يعني انت من بكره لازم تسحبي حالك وتروحي على الدكتور وتفرجي شكرا محمد وتفرجي تعرضي اضواء على الدكتور لحتى نشوف شو التطور. مشاهدينا هاي هي روشتة اضواء. في مجال محمد يعمل لي زوم على الروشتة بليز. على ما يبدو لاسكس. اوكي محمد، اوكي هاي روشتة أضواء هاي الشهرية. قديش تطلع كلها على بعضها التكلفة أم عبد الله؟ الروشتة كلها على بعضها أو 14 و15، بين 14 و15 دينار. نعم. بسيطة مقدورين إن شاء الله، مقدور عليهم، ما تعتلي هم إن شاء الله، ما تعتلي هم الدواء. هو الدواء دواء إشي بخص القلب، وعندها مالتي فيتامينز، يمكن لأنه فيتامينات، يمكن لأنه أكلها مش منيح. طيب ست إكرام حابة تسألي أم عبد الله شيء معين، حابة ترشديها شو تعمل، شو الخطوات، حابة تسأليها سؤال معين لأم عبد الله، أو حابة تدليهم على طريقة معينة يلجأوا لها، يعني يروحوا على اليوان، يروحوا على الكاريتاس، ولا بس هذا اللي حكيتيه أنت لأبو عبد الله إنه لا. حابة أسأله في الموضوع، يعني نعم. الكاريتاس هم يدفعون كل شهر، بس هسه عندهم يعني جرد، فالجرد يعني هالشهر كله بس ب 15 واحد تنفتح كلها تنفتح. صحيح. وهم يساعدوك صدقيني، يساعدون الكاريتاس كل شهر ادويتك ويغطوك، بس العمليه انا اقول لك لا، بس هم يغطوك على سما 50 دينار، خاصه الاطفال يعني يغطوك بكل شيء. بس حتى لو تقولي لهم انه العمليه هالقد، ياخذون رايهم، ياخذون راي الامريكان ولا الامم المتحده نفسها، شوفي من يساعد وان شاء الله يسوي لك اياها هم، لان يساعدون هم اللي بالدرجه الاولى هم ان شاء الله. فهذه الروشتة مو هالقد يعني المعاينه هاي مال يعني مو فد مبلغ. طيب فهم مسؤولين عليها ان شاء الله. بعد اذنك ست اكرام معنا اتصال من معي عفوان. مرحبا. اهلا مروج الشمري. اهلا حبيبه قلبي. اهلا اهلا فيك يا مروج. من وين عم تحكينا؟ من الاردن. من الاردن، اهلا فيك حبيبتي مروج. عم تحضرينا وشفتي معنا اضواء؟ نعم. شو بتحبي تحكي لاضواء؟ احكي لها ان شاء الله انه تتعافى بنتها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مروج قد ايه عمرك حبيبتي؟ عمري 11. 11 سنة، إن شاء الله العمر كله. وعدينا أنك ديري بالك على دراستك، نحن بنهاية الفصل، وإن شاء الله يا رب الله بيسمع منك وبيشفي لها إياها لأضواء يا رب. طبعا شكرا شكرا للأطفال اللي عم يحكوا معنا، يعني أنا طبعا هم الأهل اللي عم بيحفزوا أطفالهم إنهم يحكوا معنا. هاي خطوة كتير حلوة من الأهل عشان يربوا أولادهم على حس المسؤولية. أم عبد الله كنا نحكي نحن إن شاء الله. نعم. مروج حبيبة قلبي أنا آسفة بعدك على الخط، حابة تحكي شيء زيادة؟ أنا بدي أطلعها 20 دينار من مصروفي. حبيبة قلبي يسلم أيديك وشكرا، والله يكتر من أمثالكم يا رب، وإن شاء الله حبيبتي بنفرح فيكي وبتتخرجي بنشوفك أحلى دكتورة يا رب إن شاء الله. إن شاء الله شكرا كتير وسلمي على الماما إن شاء الله. مع السلامة. نرجع لموضوعنا ست أم عبد الله. كنا نحن أثناء الفاصل عم بتسأل الست إكرام كذا سؤال، يعني صراحة عجبوني. قالت مشكلة أضواء هي مشكلة خلقية ولا أنتوا اكتشفتوها بعدين؟ هي أنا ما أدري بيها من البداية. نعم. أي بس من إجيت للأردن مرضت، صارت عندها قحة قوية، أخذتها للدكتور اليمني. نعم. فحصها بالسماعة قال بنتك عندها تشوه خلقي. تشوه خلقي لكان. لأن هي بنتك ما عندها لا يعني تسأل ولا هاي، هذا كله يعني من قلبها. من الثقب. أي. حبيبتي. طب أم عبد الله البركة قديش عندك أولاد؟ عندي 5 أطفال ويا أضواء. 5 مع أضواء. نعم.
ثلاث اولاد او ثلاث بنات؟ ثلاث اولاد وبنات. ثلاث صبيان وبنتين. نعم. الله يخلي لك اياهم يا رب. طيب انا اللي بعرفه انه انت اولادك ما عم بيروحوا على المدرسه لانه ما كان معك تعطيهم نحن هلا خلصنا الفصل الاول وداخلين على الفصل الثاني، قديش هن بحاجتهم خلال هذا الفصل؟ والله بعد ما خليتهم يدخلون لان ما عندي وما اعرف. ما بتعرفي قديش انت لازم في الفصل تعطي تدفعي لهم للاولاد؟ لا ما اعرف لان ما دخلتهم ما عندي. لا العراقيين اليو ان معفيه من الدفع، ما يدفعون على اليو ان. هو على ما يبدو انه ام عبد الله ما عندها خلفيه منيحة يعني عن الموضوع. عم بتقول لك اليو ان بتعفي الطلاب العراقيين اللي بدرسوا بالمدارس الاردنيه من القسط الرسوم المدرسيه بس اي اي لا يطوم حتى كتب ببلاش. لا 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 ماكو دفع. كان اكو دفع بس هسه ماكو. لا ابدا لا لكن نحن عتبنا على ابو عبد الله. روح راجع باليو ان، شوف شو موضوع الاولاد والمدارس، سجلهم بالمدارس. يعني حتى عم بتقول الست اكرام انه بيعطوا كمان كتب، يعني ما تفرطوا بهذا الموضوع بالذات. يعني ان شاء الله نحن طالعين لنحكي عن اضواء بس برضه نحن كمان ما بدنا نهمل باقي الاولاد، يعني اهم شيء المدارس. يعني هالايام الواحد ما بتنفعه الا شهادته. طيب هم ليش هم ما مو بالمدارس اولادك؟ ليش هذولك الاربعه ما سجلتهم من البدايه؟ جوي والفصل بادي يجوز بعد مش لانه على السنه الجايه. لا على السنه الجايه يلا يجوز سجلتهم بس. لا جيبوا ملابس وجيبوا جنط لانه نفذت الاشياء اللي وهم جايين متاخرين. أيوة. متاخرين جايين لي عمان. هلا انا ما بعرف بس ست اكرام بيقدروا يسجلوا على الفصل الثاني ولا خلص راحت السنه الجديده؟ لا راحت السنه. لا ابدا راحت السنه. وهسه المدارس حيل مزدحمه. أيوة. من السوريين من الصوماليين من السودانيين. صحيح. يعني صحيح. الله يخلينا يا ربي الاردن. صحيح اكيد. فعراقيين وهسه اللي يجي ما ممكن يعني يسجل. نعم. ممكن فاتته يعني راحت للسنه الجديده وفاتته فما يقدر على السنه الجايه بعدين يلا لانه مقدور عليها الكتب والجنط مقدور عليها. نعم. اكو متبرعين عراقيين يا ربي يخليهم يا ربي ينطيهم العافيه. يا رب متبرعين عراقيين يعني نعرفهم احنا نحكي وياهم يتبرعوا لهم كتب. هلا حاله ام عبد الله وحاله اضواء صارت عندك، بدنا اياك تحطي حاله اضواء بعين الاعتبار وتعطيها الاهميه. طبعا اكيد في حالات طبعاً. بتحتاج يمكن بس لانه نحن يعني شوي اضواء صغيره وبحاجه لعمليه. يعني سمعتي انت الدكتور، نتمنى منك ست اكرام انكم تاخذوا حاله اضواء بعين الاعتبار اكثر. عندها دواء شهري، عندها اكل معين. شو بتاكل؟ شو لازم تاكل؟ حليب رغم نان. حليب رغم اثنين نان. ايش اسمه؟ حليب نان. نان؟ اي رغم اثنين. حليب نان رقم اثنين. نعم. بس على الحليب؟ اي ما ايش قد هذا سعره؟ ايش قد؟ الكبير اشتري لها لانه بي شويه يعني اصرف من الصغير. ايش قد؟ 77. ايش قد تكون بيش كل يوم؟ أظل فيه بدل لا أظل بالثلاثة يعني ثلاثة أيام؟ إي أكو رقم أكو حجم صغير أظل فيه يومين وثالث ينفذ. لا الكبير الكبير يظل عندي 6 أيام. 6 أيام أسبوع يعني كل أسبوع بدك تقريبا أسبوع يعني حقها اللي يعني بالشهر 14 28 دينار بالشهر يعني. 30 خلينا نقول يعني حاجة أم عبد الله شهري. أم عبد الله عادي يعني أنت ما يعني خدي راحتك ما تنعجي عادي يعني خدي راحتك ما تتوتري. مشاهدينا أضواء بحاجة لعلاج شهري بحدود 15 دينار وإلها أكل خاص لأنه هي عم تعاني من ثقب القلب. أكلها بحدود برضو 15 دينار يعني كل مشكلتها على بعضها 30 دينار شهري. ما تعتلي هم الله ما بينسى حدا طبعا واللي عند الله قريب وولاد الحلال كتار. نحن أهم شيء عندنا هلأ أنه نوصل لحال. بنتمنى 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 من كل اللي عم بيحضرونا وكل اللي حابين يتبرعوا لحالة أضواء. حالة أضواء مو سهلة، بدها عملية بتكلف 8000 دينار أردني. عملية مو سهلة، نحن بنتمنى لها يا رب الشفاء العاجل. مثل ما قلت لك ام عبد الله بدك توعديني بكره بتاخذيها على الدكتور بما انه الحمد لله يعني في ناس في فاعلين خير حكوا وتبرعوا لك في الموضوع ان شاء الله. معنا اتصال او نروح فاصل اخير؟ على ما يبدو معنا اتصال. نعم ام عبد الله. ابو عبد الله بيشتغل؟ لا
ما بيشتغل ما بيطلع له ما بيقدر يشتغل ما بيطلع له يشتغل ولا بيطرطق هيك يمين شمال طب ويعني كيف دبوا من اولاد الحلال والله يعني يجي ايام ما نعرف يا رب والله اجى اضواء يوم من الساعه 8 الصبح الساعه 7 بالليل تبكي على حبيب طب احنا طبعا ان شاء الله انه هاي الايام اللي مرت عليكم انها ما بتنعاد امتى ما حسيتي انه الطريق اتسكرت بوجهك والطريق ضاقت عليكي بس بدنا اياكي تحكي مع قناة سامراء ونحن ان شاء الله رح نقوم بالواجب ورح نكون موجودين الله يقدرنا مشاهدينا على فعل الخير يعني نحن هذا البرنامج ما نعمل الا لامثال حالات ام عبد الله شو بيكون مالها ام عبد الله بتكون هلا عم تتوجع ولا جوعانة؟ هسه هي عندها تسهل وتتغير. اها. سهال وتقيؤ عندها. يعني هسه هي صار عندها جفاف جفت. حتى أيوة. فطور بين بوجهها صار فطور. حبيبتي. بس أمس بالليل تمرضت عندي. نعم. والدة الطفلة مروج اللي حكيتنا من شوي معنا على الخط، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي حبيبتي. أنا مو سامعة المدام. أهلا وسهلا فيكي حبيبتي. الو سهلا الو اهلا مدام تفضلي اهلا وسهلا فيكي حبيبتي انا حابه اتبرع للطفله هاي انا عفوا مش قادره اسمعك حبيبتي انا حابه اتبرع حبيبه قلبي انت والده مروج اللي حكيتينا من شوي حكيتنا من شوي نعم تفضلي حابه اتبرع للطفله 50 دينار حبيبتي شكرا كثير لك وشكرا الله يعافيها ويشافيها يا رب حبيبتي ان شاء الله شكرا كثير لكم انتوا عم تحكوني من الاردن ام ايش الله يخلي لك اياهم يا رب الله يبارك فيك حبيبتي ام حضرتك ام مروج ام مروج ام مروه ام مروه اهلا وسهلا فيك يا ام مروه وشكرا لك وشكرا لمروج وشكرا لتحفيزك لمروج انها تحكي معنا وتتبرع للطفله هي والله لحالها حكت والله يعني انتوا عم تحضرونا وهي حبت تحكي مع البرنامج عشان اضواء من مصروفها الخاص حبيبة قلبي شكرا كثير لك وشكرا كثير لمروج بوصلنا اياها ويعطيكم الف عافيه يا رب يا سهل حبيبتي الله يعافيها ويشافيها يا رب الله يسعدك ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله كريم حبيبتي. شكرا كثير لك اهلا وسهلا حبيبتي مشاهدينا خلينا نروح فاصل قصير واخير في حلقه اليوم نرجع نكمل معكم ليش هالكشف يا كل شهر بعد هم على اساس الكريتاس يدفعونها اول مره زملوني دفئوني من شتاء أنقذوني بح صوتي حان موتي أينكم لا تسمعون هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني
شل طرفي ما تنصفي جف دمعي في عيوني. هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني؟ شل طرفي ما تنصفي جف دمعي في عيوني. زملوا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. ست إكرام كنت عم تحكي مع السيد أبو عبد الله تحت الهواء، عم بتقولي له إنه إن شاء الله من بداية الشهر، عفوا بس بعد إذنك دكتور جمال من دبي. أهلا وسهلا فيك دكتور. عراق. تفضل دكتور. عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله من الله بخير. تفضل دكتور. جزاكم الله خير أولا على هذا البرنامج. الله يسعدك، الله يقدرنا على فعل الخير. وأنا أجلس يعني حقيقة أنا أولاً عراقي. إذا بتعدلوا لي صوت الدكتور يا جماعة مو قادر أسمع. تفضل دكتور. أنا أولاً إنسان عراقي ودا ألاحظ هذه الحالة أمان. تفضل دكتور. حالة مؤلمة جداً. أكيد. نتأسف على العراق يكون بهكذا، أنا لا أتحمل هكذا حالة أبداً. يا جماعة أنا ما عم بقدر أسمع الدكتور لو سمحتوا. تفضل دكتور. أعطوني صوت الدكتور على الإير بيس يا جماعة، خليني أعرف أحكي مع الدكتور لو سمحتوا. تفضل دكتور. السلام عليكم. تفضل، أنا آسفة. تفضل. ألو تسمعوني هسه؟ هلأ سامعتك كتير منيح. تفضل. دا شاهد برنامجكم رفقا بالقوارير وهذه الحالة الإنسانية. نعم والله أنا جدا متأسف على حال العراقيين هكذا حالهم اليوم. نعم. وهذه مهما كانت هي أختنا وعراقية ولا صحيح. أتحمل أن أتكلم أكثر من ذلك. شكرا على مشاركتك دكتور، يعني نحن على أمل يا رب عن طريق هالبرنامج. وأتبرع بمبلغ $300، مبلغ بسيط. نعم دكتور، بدك تحكينا هلأ، رح تضلك على الخط، رح يتواصلوا معاك الشباب تحت الهواء عشان بما أنه أنت مقيم بالإمارات لنشوف كيف ممكن نقدر نوصل التبرع لعائلة السيد أبو عبد الله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتور، كلك ذوق ويعطيك ألف عافية. ست إكرام كنا قاعدين بنحكي تحت الهواء، عم بتقولي أنت للسيد أبو عبد الله إنه إن شاء الله ابتداء من السنة الجديدة رح تصير الكاريتاس تدفع لهم الكشفية أو الدواء. ما فهمت، الكشفية أو الدواء رح تدفع لهم؟ لا هي مو الكشفية ولا الدواء، هي الدواء هي يندفع اعتيادي للأطفال، بس يقولون مو الكشفية، الفحص الشهري اللي هي الكشفية الدكتور. أيوة. لما بتروح على الدكتور قديش بطلب منها؟ الفحص الدوري يقول 70 دينار، فهي الدفع عادي. نعم. لا تدفع اليوان. طيب ما طول هو صغير تدفع اليوان، بس بقت أشياء لازم واحد يتبرع لها بي، إنه الحليب وإنه الدواء مالتها. نعم. لأن الدواء ما يعني مو كل شهر، لا مو كل 80% يغطيه، بس صحيح. الباقي لا ما تغطيه. نعم 80% أو 82% تغطي اليوان. الله يقدرنا ويقدرهم على فعل الخير يا رب. مشاهدينا للأسف نحن وصلنا لنهاية حلقتنا. أنا رح أذكر باللي حكوا معنا رح أذكر باللي حكوا معنا وتبرعوا. حكى معنا فاعل خير كتر ألف خيره تبرع $100. حكت معنا الطفلة جنى العوضي وتبرعت بصبة، وحكت معنا الطفلة مروج تبرعت ب20 دينار من مصروفها الشخصي، وبعدين رجعت حكت معنا أمها لمروج وتبرعت ب50 دينار. يعطيهم ألف عافية. وآخر شيء حكى معنا الدكتور من الإمارات، إذا بتذكروني باسمه الدكتور جمال، حكينا من الإمارات، يعطيه ألف عافية وتبرع $300. مشاهدين أنا رح بعطيكم رقم السيد أبو عبد الله. أبو عبد الله في حال أنتم حبيتوا تحكوا معاه دايركت، يعني عشان تحكوا معاه وتتواصلوا معاه، رقم أبو عبد الله 0787369841. رح أحكي لكم إياه مع مفتاح الأردن، 0096278636 0092 7 8 7 3 6 9
8-4-1. هذا رقم أبو عبد الله في حال حبيتوا تتواصلوا معه، مع العلم أنه نحن أرقامنا اللي عم تظهر هلأ على الشاشة رح تبقى شغالة 24 ساعة لغاية حلقتنا الجاي من برنامج رفقاً بالقوارير. برنامج رفقاً بالقوارير بيطلع كل يوم 3 من الساعة 4 من الساعة 5 إلى 6 بتوقيت بغداد. اللي رح يحكوا معنا خلال هذا الأسبوع رح إحنا الحلقة الجاية إن شاء الله نحكي على الهواء مباشرة مين حكى معنا ومين تبرع خلال الأسبوع. أنا بيدوي من برنامج رفقاً بالقوارير ومن قناة سامراء الفضائية بدي أشكر الست أم عبد الله غلبناكي وإجيت وحضرتي معنا اليوم بالاستوديو وجبت الطفلة معاكي. إن شاء الله يا رب الله ما بينسى حدا مثل ما قلنا، وإن شاء الله نحن ما بننساك والمشاهدين الحمد لله. يعني مبدئيا يعني الوضع بيطمن بالخير يا رب، ما تهكي الهام، الله ما بينسى حدا. الله يكثر من أمثالكم حبيبتي، الله يسعدك. وإن شاء الله يا ربي قناة سامراء الفضائية طبعا بدورها راح تقدم لكم مساعدات. نحن بيننا وبينك إن شاء الله بنيجي بنزورك وبنقوم بكل إشي محتاجينه وبالواجب. شكرا للست إكرام غلبناك معنا اليوم وأنت دلتيهم على إشي معين يعملوها ما كانوا عارفين، جداد على البلد فهمتيهم كيف يروح يراجعوا باليو ان، كيف الطريقة، قلت لهم أنه على السنة الجديدة إن شاء الله كاريتاس ممكن تدفع لهم العلاج الشهري للطفلة. نتمنى أنك تحضري معنا ضيف إن شاء الله بالحلقات الجاي. شكرا كثير لإلك، شكرا لإلك أم عبد الله، وشكرا لأبو عبد الله من وراء الكواليس، شكرا لكل الكادر اللي اشتغل معنا برفقا بالقوارير، وشكرا لكل اللي حكوا معنا وللي تبرعوا. الله يعطيهم ألف عافية، وبنشوفكم بحلقة جديدة من رفقا بالقوارير الثلاثة الجاي. شكرا كثير لحسن المتابعة وإلى اللقاء.